أهلا بكم معنا إلى نشرة الأخبار المفصلة من العربية، ونبدأ نشرة المساء بالعناوين. حملة بايدن تقول إن الفوز يقترب، وأصوات 6 من مندوبي 3 ولايات تنصبه رئيسا. عودة الفرز بفيلادلفيا في بنسلفانيا بعد تعليق مؤقت، وحملة ترامب توسع دائرة الدعاوى. ومن مواضيعنا الأخرى في هذه النشرة: أمريكا تسجل 200 ألف إصابة كورونا في يومين، وأوروبا تحت تهديد طفرة هائلة. للمرة الأولى جولة بطولة العالم لسيارات الفورمولا 1 في السعودية العام. أهلا بكم. السباق على أشده في الانتخابات الأمريكية في مسارين: صناديق الاقتراع وأروقة المحاكم. لكن السباق الأخير تخوضه حملة ترامب حتى الآن بمفردها، بل وتعلن تحقيق تقدم في بنسلفانيا تحديدا صاحبة 20 صوتا في المجمع الانتخابي. وبالفعل تم تعليق فرز الأصوات في فيلادلفيا لفترة مؤقتة قبل أن تقضي المحكمة العليا في بنسلفانيا باستئنافه. لكن في المعسكر الآخر يبدو التركيز منصبا على انتزاع الأصوات 6 الباقية لإعلان الفوز. جورجيا ابتعدت قليلا، لكن تبقى الفرص في بنسلفانيا قائمة، وفي نورث كارولاينا ضعيفة، وفي نيفادا في المعقل الديمقراطي على الجانب الغربي تبدو الفرص أقرب بل وبقوة. إذن 6 أصوات في المجمع الانتخابي تفصل بايدن عن دخول البيت الأبيض كرئيس هذه المرة وليس كنائب للرئيس. بايدن حصل على 72 مليون صوت، وهو رقم غير مسبوق بالتاريخ، وسيحتاج بايدن لأصوات ولاية مثل نيفادا لحسم السباق لصالحه. ولاية جورجيا إحدى الولايات التي لم تحسم بعد، يتقدم فيها ترامب ب 49.5% من الأصوات مقابل 49.2% من الأصوات لبايدن. وتم فرز 98% من إجمالي الأصوات حتى الآن. أما ولاية بنسلفانيا التي توفر 20 صوتا في المجمع الانتخابي، لا زال الرئيس ترامب يتقدم فيها مع فرز 92% من الأصوات، حيث وصل إلى 50.3% مقابل 48.4% لجو بايدن. في ولاية نورث كارولاينا وبعد فرز 94% من الأصوات، لا يزال الرئيس دونالد ترامب يتقدم. هذه الولاية توفر 15 صوتا في المجمع الانتخابي. ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة التي توفر 6 أصوات في المجمع الانتخابي تبدو النتائج متقاربة فيها، يتقدم هناك بايدن ب 49.5% مقابل 48.5% لترامب، وبالتالي تميل الولاية للون الأزرق لصالح جو بايدن. ويتوقع أن تكون نيفادا ولاية حاسمة، إذ تكفيه أصواتها للفوز بالرئاسة.
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن كان أكد أن عملية فرز الأصوات تجري بشكل صحيح، وأنه سيعلن الفوز فقط عند انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل، كما توقع فوزه بالرئاسة. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. With all the votes counted, we have won Wisconsin by 20,000 votes, virtually the same margin that President Trump won that state 4 years ago. معنا من واشنطن مراسلة العربية نادية البلبيسي، أهلا بك معنا نادية. وآخر خبر وصل قبل قليل أنه الفارق يتقلص كثيرا بين ترامب وبايدن في نيفادا تحديدا، ماذا لديك من أخبار؟ أهلا بك. منتهى من البيت الأبيض، ربما ترين هذا الجندي ورائي، هذا هو الممر الذي يقود إلى مكتب الرئيس، المكتب البيضاوي، وعادة عندما يكون الجندي هنا هذا يعني بأنه الرئيس يعمل في مكتبه. الكثير من القلق طبعا يساور حملة الرئيس ترامب، لكن أيضا هناك أمل، هم يرون بأنه هذه الولايات غير مضمونة حتى الآن ووضعت تماما في خانة جو بايدن رغم تقدمه. أريد أعطيك بس صورة صغيرة وهي في ولاية جورجيا، ونحن نتحدث الآن قبل قليل، الفارق بين الرئيس وبين جو بايدن 49.5% و 49.2%. أريد أن أذكر أيضا بأنه بانتخابات عام 2000 بين آل جور وجورج بوش كان الفارق بينهما 537 صوت. هذه الانتخابات يمكن أن يحددها 100 صوت، 200 صوت، 90 صوت. لهذا البيت الأبيض يسعى بالفعل إلى أن يؤمن هذه الولايات. بالنهاية نحن نتحدث عن جو بايدن بأنه يتقدم، وهو يتقدم بدون أدنى شك، لكن يجب أن نكون دوما حذرين. طالما لا يوجد هناك نتائج بالفوز ولا يوجد هناك مصادقة، لا نستطيع أن نقول بأنه يتجه إلى الفوز، وهو يقول ذلك على فكرة، حملة نائب الرئيس جو بايدن تقول هذا. على كل الأحوال نحن ننتظر الليلة، ربما الليلة خلال ساعات سنعرف النتائج في نيفادا وفي أريزونا وفي جورجيا. هذه الولايات هي التي ستحدد الفائز. بنسلفانيا أيضا أصبحت ربما الولاية ذات الرقم الصعب. لماذا؟ لأنه الآن الديمقراطيون يعتقدون بأنه بإمكان جو بايدن أن يفوز بها، رغم أنه الفارق كان ضخم ليلة الانتخابات 700,000 صوت، الآن يتقلص هذا الرقم إلى 135,000 صوت. هم يعتقدون بأن كل الأصوات الباقية هي في صالح جو بايدن، وبالتالي يمكن أن ينتزع بنسلفانيا. إذا استطاع أن يؤمن بنسلفانيا بعشرين صوتا سيأتي إلى هنا وسيكون مكان الرئيس خلفي في المكتب البيضاوي. إذا لم يستطع أن يؤمن بنسلفانيا أو جورجيا أو أريزونا أو نيفادا، سيكون صعب حتى بالنسبة لجو بايدن أن يحصل على 270. لذا هي كما أصفها في النشرات هي بالفعل عملية عض أصابع، بمعنى يعني نادية أنه الرئيس ترامب أنه الرئيس ترامب مسؤول على حملة بايدن، هناك قلق. بمعنى أنه الرئيس ترامب إذا أراد البقاء في البيت الأبيض عليه الحصول على كل الولايات الآن بدون استثناء، صح؟ وإذا كان الفارق مئة أو 200 صوت هو اللي راح يحدد، قد يكون هذا مبرر لحملة الرئيس ترامب التي تطالب بالتدقيق وبشدة في كل الأوراق الاقتراع حتى بآلية التوقيع. هذا صحيح، رغم أنه طبعا تحدثنا سابقا على أنه لا أحد يتحدث عن تزوير واسع النطاق أو ربما غش في هذه الانتخابات، لكن حتى عملية الفرز كل صوت يجب أن يعد. ولذا نرى حتى تصادم بالشارع ما بين المؤيدين والمعارضين لكلا المرشحين، البعض يرى بأنه يجب أن بالفعل يحسب كل صوت، وحتى في مصلحة الرئيس أحيانا. في أريزونا على فكرة بعض المحطات الأمريكية حسبت أريزونا في خانة جو بايدن، لكنها حتى الآن لم تحسم رسميا، والفارق يتقلص بين الرئيس وبين جو بايدن في أريزونا. لذا أقول بأنه ربما صعب الطريق أمام الرئيس، لأنه عليه أن يفوز بكل هذه الولايات اللي ذكرناها عدا عن نورث كارولاينا وعن مين، هناك ولايات لم نذكرها لأنها تقريبا محسوبة للرئيس، لكن عليه أن يفوز بكل هذه الولايات. وجورجيا لم تكن ولاية متأرجحة،
جورجيا تغيرت ديموغرافيا بسبب أصوات الأمريكيين من أصول إفريقية. لذا نحن ننتظر كل ساعة وكل نشرة تتغير ربما هذه النسب، ويمكن أن تكون لصالح الرئيس، ويمكن أن تكون لصالح جو بايدن، ويمكن أن لا يكون كلمة قد فاز بهذه الانتخابات ونقف أمام سيناريو جديد وهو السيناريو القانوني. نادية البلبيسي، طبعا سنبقى معك في هذه التغطية، لكن اسمحي لنا سننتقل مباشرة إلى نيفادا، وهناك المؤتمر الصحفي لمفوضية الانتخابات، انتخابات نيفادا. 311 صوت كانت معلقة، إذن هذا يجعل المجموع 3662 صوت. واليوم الموظفون مساعدون لفرز الأصوات وقد بدأوا هذه العملية لاحتساب 51,000 صوت، وستظهر هذه النتائج غدا صباحا. من المهم أن يفهم الجميع أن ثمة أيضا بطاقات اقتراع إضافية لم يتم فرزها بعد، وسوف أمر عليها. بطاقات الاقتراع المؤقتة التي تم التعبير عنها في البداية، أود أن أقول أن ما نشر على موقعنا في يوم الانتخاب ليس دقيقا، وقد رأينا أن برنامجنا كان يضاعف هذه الأرقام، وبالتالي فرقم 120,000 الذي ظهر على موقعنا هو رقم غير صحيح وتم تصحيحه، ويمكن الذهاب إلى موقعنا الإلكتروني للاطلاع على الرقم الجديد وهو يتجاوز 60,000 قليل. يجب أن ننسق بشكل وثيق مع وزير الخارجية في الولاية. نحن نتبنى نظام أو نزول من القمة إلى القاعدة، وبالتالي يتم التنسيق مع وزير الخارجية في الولاية بهذا الشأن. ومن خلال هذا التنسيق حصلنا على تعليمات لإرسال القوائم إلى الوزارة حتى نتأكد من أن إرسال البطاقات المؤقتة في هذه المقاطعة لم يتكرر في مقاطعات أخرى. ننتظر تعليمات من الوزارة للتحقق من هذا الأمر، والموظفون يعكفون الآن للتحديد فيما إذا كان بطاقة التصويت قانونية أم لا، وسوف نتصل وننسق مع وزير الخارجية بشأن احتساب البطاقات التصويت المؤقتة. لدينا مجموعة من الناخبين الذين أعطيت لهم مهلة لتواصل معنا يوم الجمعة للتحقق من توقيعاتهم. هذه المجموعة من الناخبين مطلوب منهم تقديم بطاقات الهوية. البريد أو مصلحة البريد تواصل إيصال بطاقات الاختراع التي ختمت بتاريخ 3 نوفمبر. نواصل تلقي بطاقات الاختراع هذه التي يتم احتسابها. إن العملية المعمول بها في نيفادا تركز على ضرورة تحقق من توقيع الناخب، وحتى يوم 12 ديسمبر يمكن لهؤلاء الناخبين تصحيح هذه التوقيعات. وفي تلك الليلة سنكون متواجدين حتى ننجز العمل وندخل البيانات إلى النظام الإلكتروني. بهذه المعلومات آمل أنني أوضحت الكثير من الأسئلة، ونحن نتوقع أن يكون لدينا مجمل بطاقات الاقتراع البريدية التي تم تلقيها بحلول يوم السبت أو يوم الأحد، وهذه البطاقات التي تم إيصالها عبر مصلحة البريد سوف يتم فرزها واحتسابها، ونتوقع أنه بحلول يومي السبت والأحد سوف نكمل هذه العملية. ولن تستكمل العملية إلا بحلول تاريخ 12 نوفمبر، ولدي وقت وجيز للإجابة على أسئلتكم. تفضلي.
ردي هو أننا لسنا على علم بشأن أي بطاقات اقتراع غير قانونية تم احتسابها، ليس بطريقة مباشرة على حد علمي. أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يفهم الجميع أن البطاقات البريدية تم إرسالها بإحجام غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد، وبالتالي فإن العملية بطيئة، عملية فرز الأصوات، ونحن نريد أن نتحقق من أن الناخب لم يصوت مرتين، وبالتالي نقوم بمسح بطاقات الاقتراع بجهاز المسح حتى نتأكد من وجود بطاقة انتخاب واحدة لكل ناخب، ونحن سوف نحدث المعلومات التي يتم تحميلها على موقعنا الإلكتروني، ونريد أن نتأكد بأن النظام التلقائي سوف يقوم باستبعاد البطاقات الاقتراع المزدوجة. نريد أن تكون الأرقام دقيقة، والنتائج في نيفادا ستكون مهمة جدا للبلاد، وهذا هو هدفنا الأول. هذا يتعلق بعملية الفرز برمتها. طبعا لقد قمنا بعملية معقدة. أعتقد أنني قد أجبت على هذا السؤال، لأن هناك الكثير من الخطوات في هذه العملية. الخطوة الأولى هي أن نستخدم جهاز، ثم نستخدم الطريقة اليدوية، وبعد ذلك يتم جدولة البيانات. أرجو رفع الصوت حتى أستطيع أن أسمع السؤال بوضوح. لم أقل أن هذه البطاقات قد احتسبت، قلت أن المتوفين مستعدين لفرز 51,000 بطاقة اليوم، ونتائجها سوف تظهر بحلول الساعة 10 من صباح يوم غد. إذا نقلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام بعضا من المؤتمر الصحفي لولاية نيفادا، أتصور أنه من كلارك كاونتي التي كانت حملة الرئيس ترامب قبل قليل شككت في عملية الاقتراع. قيل بأنه في 51,000 صوت ما زالت عالقة، وبأنه ما زالت تستلم الأصوات من البريد، وتم نفي أن يكون هناك أي عملية تكرار لعد الأصوات. ولنذكر بآخر أرقام ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة التي توفر 6 أصوات في المجمع الانتخابي، تبدو النتائج فيها متقاربة، ويتقدم بايدن ب 49.5% مقابل 48.5% لترامب، وبالتالي تميل الولاية للون الأزرق لصالح جو بايدن. ويتوقع أن تكون نيفادا ولاية حاسمة، إذ تكفيه أصواتها للفوز بالرئاسة. لعبت ولايات حزام الصدى أو حزام النار دور البطولة في الانتخابات الأمريكية عام 2016، واستمرت بلعبه خلال الانتخابات الحالية. غيرت ولايات ويسكونسن وميشيغان التوقعات، ورجحت كفة المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب. لنتعرف على أهمية هذه الولايات وقوتها في السباق المحموم إلى البيت الأبيض. يقترب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض، بعد تحقيقه فوزين بحسب الإعلام الأمريكي في ولايتين رئيسيتين بمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي قرر خوض حرب قضائية. الولايتان الحاسمتان هما ويسكونسن وميشيغان، قلبتا المعادلة وغيرتا اتجاه ونسق السباق الرئاسي المحموم، بعد حملة انتخابية عاصفة كشفت عمق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة.
ويسكونسن وميشيغان مع بنسلفانيا تمثل ما يعرف بمنطقة حزام الصدى، وهو مصطلح غير رسمي لمنطقة شمال شرقي الولايات المتحدة كانت تشهد تدهوراً صناعياً ابتداء من العام 1980. وجاءت التسمية هذه من أن الصناعات الرئيسية في المنطقة والتي تتمحور حول الحديد والصلب قد صدأت، أي تدهورت. ولايات حزام الصدأ تحولت حزام نار، غيرت اللعبة وقلبت الموازين، فهي تمثل ثقلاً بعدد الأصوات داخل المجمع الانتخابي. فولاية ويسكونسن تمنح 10 أصوات، فيما تمنح ميشيغان 16 صوتاً، أما بنسلفانيا فلها 20 صوتاً داخل المجمع الانتخابي. حسم ترامب الفوز في هذه الولايات خلال انتخابات 2016، لكن المشهد تغير حالياً، وربما لعب تعامل الرئيس مع جائحة كورونا دوراً حاسماً في تحول تلك الولايات إلى معسكر منافسه الديمقراطي. ماهر النبواني، العربية. وينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب وائل الزيات، المستشار السابق للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. أهلا بك معنا سيد وائل الزيات. والأخبار تتغير بين كل لحظة ولحظة أخرى بالشؤون القانونية، لنقل في البداية يأتي قرار قضائي ثم يعاد هذا القرار القضائي من محكمة أعلى بمسألة متابعة فرز الأصوات من عدمه بالنسبة لحملة الرئيس ترامب. يبدو أننا لا علينا أن نتوقع أي شيء دراماتيكي في هذه الانتخابات، نهاية دراماتيكية يعني. تعرف إن كل شيء وارد في الحياة، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي نهاية دراماتيكية. نحن ننتظر فقط احتساب كافة الأصوات. وبالنظر إلى هذه الدعاوى فإن أغلبها يرمي فقط لتأخير عملية الفرز، وكذلك تسبب بزرع الشك في النتائج، وهذا شيء مؤسف وغير مسؤول. إنه في نهاية المطاف أعتقد أن اللجان الانتخابية في الولايات أنجزت عملية رائعة خلال هذه الجائحة، وهم حرصوا على تكون عملية آمنة. كأمريكي أنا طبعا فخور بإجراء هذه العملية في هذه الظروف. طيب، هناك لكن هناك كثر ممن يتخوفون فعلا أن تكون تداعيات هذا الفرز وهذه الانتخابات، لأنها جاءت بهذه الطريقة بسبب جائحة كورونا، أن تكون تداعياتها أكبر من اللجوء إلى القضاء. البعض يقول بأنها قد تصل إلى اللجوء إلى الشارع. ماذا لو حصل ذلك؟ بالتأكيد نأمل أن لا نصل إلى هذه الدرجة. وهنا يأتي دور القادة، فجو بايدن ودونالد ترامب عليهما أن يدعوا إلى الهدوء والثقة في الانتخابات، وعليهما أن يشيرا إلى أنصارهما بأنه حاجة لانتظار النتائج. حتى وإن كانت هناك مشاكل، يجب ترك الهيئة القضائية تتعامل مع هذه القضايا. ولذلك فإن ما قاله ترامب علنا سيكون له أهميته، وأنا آمل ولدي ثقة بأن الأمور ستظل هادئة نسبيا. لكن هو أمر وارد أن يحدث ما تفضلت به، ولكني آمل ألا يتحقق ذلك. وبالتالي فعلينا جميعا وأنا ما أقوله للأمريكيين، دعونا ننتظر انتهاء عملية الفرز حتى نرد. وأعتقد حتى الآن فإن العملية تتم حسب ما كنا ننتظره. تذكري أن أعداد غير مسبوقة من البطاقات التي أرسلت عبر البريد أعدادها كبيرة ذني، وطبعا احتساب هذه البطاقات لا يحدث إلا بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وهذا يتطلب وقتا. الذي جعل هذه الانتخابات متميز عن أي انتخابات سابقة في التعليقات والأخبار أنه لم يكن هناك حجم تصويت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 120 عام كما كان في هذه الانتخابات. هل هناك أسباب مباشرة لذلك؟
بالتأكيد أتصور أنه أولاً عدد سكان أمريكا يزداد كل عام، وثانياً هذه الانتخابات كانت بالغة الأهمية للكثير من الأمريكيين، فهناك أنصار ترامب الذين هم متحمسون لدعم، وهناك من لا يحب دونالد ترامب ويريد أن يتخلص منه، وهذا أدى إلى زيادة نسبة التصويت. ثم هناك قدرة إرسال بطاقات التصويت عبر البريد، وهذا شجع الناخبين الذين غالبا ما ينتظرون التصويت في يوم الانتخابات باستخدام هذه الطريقة. وأعتقد التصويت عبر البريد غير آلية التصويت في الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا سيسهل التصويت على عدد أكبر من الناخبين في المستقبل. السيد وائل الزيات المستشار السابق للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ضيفنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. فاصل قصير نعود بعده. من جديد سنلقي نظرة سريعة على النتائج في الكونغرس حتى الآن، وهي بالمناسبة نتائج غير رسمية. في مجلس الشيوخ الوضع أصبح كما يلي: الديمقراطيون 46 والجمهوريون 48. أما مجلس النواب فالديمقراطيون احتفظوا بالأغلبية وتحديدا عند 208 مقاعد مقابل 190 مقعدا للجمهوريين. وينضم إلينا من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع. أهلا بك معنا دكتور عايد، ودعني أبدأ معك بحالة الشد والجذب الموجودة في هذه الانتخابات الأمريكية، وهي مختلفة عن أي انتخابات سابقة، إلى ماذا تعزوها؟ تحياتي لك ست منتهى ولمشاهدين الأعزاء. ما في شك يعني حقيقة هذه الانتخابات هي فعلا انتخابات كورونا، يمكن هي التي حطمت أسطورة ترامب التي صعدت سريعا. اليوم هذه الانتخابات تظهر تقدم كبير نسبي لجو بايدن وكامالا هاريس، وبالتأكيد أنه هذا لن يرضي الرئيس ترامب، وبالتالي سيلجأ إلى عرقلة كل هذه النتائج بالإصرار على إعادة الريكاونتينج أو إعادة الحقيقة العد مرة ثانية. هذا كله سيعطل العملية، لكن من الواضح طبعا أنه يعني إلى حد الآن إذا لم تحدث مفاجآت، إذا لم يحصل الرئيس ترامب على كل الولايات تقريبا الرئيسية ذات 15 صوت والعشرين صوت وربما الأعلى الباقية، بايدن لن يحتاج لأكثر من 6 أصوات قد توفرها له نيفادا مثلا التي لديها 6، وبالتالي يصل إلى 270 التي من المندوبين التي تمكنه ليعلن بأنه الرئيس. هذا بالتأكيد لن يرضي ترامب، سيعمل على العرقلة على الأقل، لكن أعتقد عرقلة مؤقتة. هو الخطر هو الخروج للشارع يعني العاطفية التي تحصل أحيانا، وخاصة أن هناك ناس استفادت من وجود ترامب خلال المدة. ربما الأرياف هي الأكثر حرصا على عودة ترامب للرئاسة، وهذا بالتأكيد سيكون له رد فعل قوي بالشارع. إنما
إلى الآن الأمور تتجه. طيب على في قراءتك يعني للأخبار حتى هذه اللحظة، نعم. على ماذا صوت الناخب الأمريكي؟ هل صوت حبا في الديمقراطيين وبايدن أم عدم رغبة في أن يكون ترامب رئيسا لأربع سنوات قادمة؟ أقول أتحدث عن كل تلك الأصوات التي ذهبت لبايدن. أنا لي رأي خاص منتهى في هذا الموضوع الحقيقة. أنا أعتقد أن استخفاف ترامب بالسيد جو بايدن سليبي جو وإظهاره لحالة من الهلع من خوف من الهزيمة، أنا أعتقد أنها ساهمت بانخفاض أسهمه لدى كثيرين، وبالتالي بدأت يعني الناس تتجه أن هذا الرئيس ليس واثقا من نفسه في قضايا كثيرة. طبعا نعلم أيضا أن كورونا هي الحقيقة اللاعب الرئيسي في توجيه الضربة العنيفة، ولا ربما تكون القاضية بالنسبة لترامب، لأنه أيضا مثل ما استخف في جو بايدن سليبي جو استخف في كورونا، والإجراءات التي مطلوب أنها يعني يكون فيها حرص، طبعا حرص على أن يستمر العمل ورأس المال والضرائب، بينما الناس الحقيقة الآن الولايات المتحدة هي الأكثر إصابات في العالم في كورونا، وهذا طبعا الولايات المتحدة الأكثر تقدما في كل المجالات، فبالتأكيد أن الناس شعرت بالغيظ من هذا الوضع واتجهت إلى إحداث التغيير. طبيعة المجتمع الأمريكي أيضا أنه يعني يحب التغيير، يمكن عادة يعطي للرئيس فترة ثانية إلا في حالات نادرة مثل كارتر وجورج بوش الأب، لكن هذه المرة يبدو أنه أوباما يعني كملها في ترامب. لكن في نهاية الأمر هناك نقطة كانت مثيرة أيضا للنقاش، أنه كثير من استطلاعات الرأي بسبب شخصية الرئيس ترامب تحديدا وصوته على تويتر وطريقة تحدثه، قيل بأنه إذا ما فاز بايدن سيكتسح، لكن يبدو أن بايدن حتى لو فاز سيفوز بنسبة ضئيلة جدا من الأصوات، أعلى من الرئيس ترامب. هذا يشير إلى ماذا في المجتمع وتركيبة المجتمع الأمريكي برأيك دكتور عايد؟ يعني أنا بالتأكيد أنه يشير يعني أيضا أخالف الكثيرين بأنه انقسام. أنا أعتقد أنه هذه الديمقراطية في النهاية، الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي لهم قاعدة شعبية كبيرة، يحصل كما نعلم سويتشنج في اتجاه مثلا ولاية أو ولايتين أو كذا، لكن غالبا نعرف أنه هذه ولاية جمهورية هذه ولاية ديمقراطية، إنما الأحداث والتطورات مثل الجنرال اقتصاد تلعب دور كبير في إحداث التغيير، وبالتالي يعني شعور الأمريكان أنه والله لابد من قيادة جديدة تحدث التغيير، وبالتالي يعني توجد مرحلة مختلفة. أنا أعتقد أنها لعبت دور، ربما البعض حمل الرئيس ترامب مسؤولية الإصابات الكبيرة التي حدثت في المجتمع الأمريكي نتيجة كورونا، وأيضا الحقيقة الرجل يعني نفذ الكثير من الوعود، كل وعوده تقريبا نفذها، لكنه لم ينجح في أن يعني يكون حازما بقدر حزمه بالقضايا الأخرى في مواجهة كورونا، وهذا طبعا بالتأكيد أثر تأثير كبير. الديمقراطيين قدموا برنامج يعني براق في الجوانب الصحية وجوانب الطبقات المختلفة، أيضا هو موقفه من الحقيقة الأقليات والملونين، الرئيس ترامب موقف غير مريح لهذه المجاميع، بالرغم أنه كثير منها استفاد أيضا منه، لكنها الحقيقة تخشى بأن يعني يكون هناك مستقبل سيء. ونعتقد وإن كنت يعني لازلت أعتقد المجتمع الأمريكي غير مهيئ للمرأة، لأن وجود مرأة على بطاقة بايدن يعني ومن يعني عرقيات مختلفة جامايكية على هندية أدت إلى تحقيق نجاحات، وهي شخصية قوية هي المرأة الحقيقة، ولذلك يعني كل هذه الأمور جاءت مساعدة.
تدخل في الحسبان في النتائج التي وصلنا إليها حتى الآن؟ لا أقصد النتائج النهائية من سيكون رئيس، وإنما في القراءة كيف حدثت هذه الانتخابات وفي ما وراء الأرقام. الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي ضيفنا من الكويت، ألف شكر لك على المشاركة، شكرا جزيلا. برر سكرتير ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة التأخير في عد وفرز الأصوات في الولاية، مؤكدا أن البلاد تعتمد للمرة الأولى منذ سنوات التصويت الورقي بالإضافة إلى التصويت عبر البريد، مؤكدا أن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا ولكن ستكون النتائج دقيقة جدا. كما تعرفون المقاطعات هي التي تدير الانتخابات، وهناك 159 مقاطعة في الولاية، وهناك مقاطعات لها مصادر أسرع في فرز الأصوات من غيرها. هناك ولايات فيها أكثر من 800 ألف شخص قادرين على التصويت. الأمر سيستغرق وقتا وجهدا لعد الأصوات. السرعة جيدة ونحن نثمنها، لكن الدقة هي العامل الأهم لكي يصدق الجميع النتائج. هذه هي المرة الأولى التي تستخدم جورجيا الأصوات الورقية منذ 20 عاما. ونذكر بأن ولاية جورجيا وهي إحدى الولايات التي لم تحسم بعد يتقدم فيها ترامب ب 49.5% من الأصوات مقابل 49.2% من الأصوات لبايدن، وتم فرز 98% من إجمالي الأصوات حتى الآن. وينضم إلينا من أتلانتا جورجيا الدكتور إسحاق أندكيان، دكتورة في إدارة الأزمات الدولية والأكاديمي في جامعة كينيسو. أهلا بك معنا دكتور إسحاق، ودعني أسألك عن النقطة التي أثارها الدكتور عايد المناع قبل قليل في حوارنا معه، عندما قال بأنه موقف ولغة ترامب تجاه الأقليات تجاه الملونين كانت سببا بأن هرب كل هؤلاء الآن للتصويت لبايدن، يعني هذه تعتبر بالنسبة لهم مشكلة وحفاظ على وجودهم في الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذا الكلام ممكن أن يكون دقيق؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. في البداية طبعا هذا الكلام يعني غير دقيق إطلاقا، لأن حتى لو كانت فئة كبيرة من المجتمع الأمريكي الأفريقي قد صوت إلى جو بايدن، لا يعني أنهم جميعا في ذلك المعسكر أو في المعسكر الديمقراطي، فثمة الكثير منهم أيضا مؤيدين للرئيس ترامب، ولكن نسبيا هم طبعا يميلون أكثر إلى الديمقراطيين تاريخيا، لذلك صوتوا إلى جو بايدن وليس إلى الرئيس ترامب بأغلبيتهم المطلقة، ولكن هذا لا يعني أن كل السود أصبحوا في معسكر بايدن. هل هذا بسبب يعني سياسات ترامب أو تصريحات ترامب أو يعني طريقته في التعاطي مع كل ما يتعلق بالأقليات في أمريكا؟ يعني معروف أنه ترامب جمهوري وما خرج كتير عن خط الجمهوري، لكنه كان يعني أكثر وضوحا وصراحة إذا أردنا أن نقول في تصريحاته، بالذات بعد حادثة جورج فلويد. نعم طبعا، يعني لا شك هذه الأحداث كلها تؤثر على مجرى وسائل الانتخابات الرئاسية وحتى البرلمانية بفرعي الكونغرس والسنت في أمريكا، ولكن يعني إذا أردنا أن نأخذ فرضية وصحة هذا الموضوع، فترامب فاز في ولاية فلوريدا مثلا، وولاية فلوريدا معروفة أنها من أصول لاتينية بمعظم سكانها، فجميعهم أو أغلبيتهم صوتوا للرئيس ترامب، وهذا ما جعله يفوز بالولاية. هذا من ناحية، والناحية أخرى طبعا للرئيس ترامب يعني ريتوريك أو لهجة أو طريقة تعاطي مع العالم ممكن أن يراها البعض مستفزة، لأنه يذهب مباشرة إلى الأمور من دون اللف والدوران كما معظم السياسيين يقومون بذلك، فطبعا هذا قد يساء فهمه أو يتم تفسيره بشكل سلبي من قبل البعض، مما تثير لديهم مشاعر الاستفزاز من ما يقوله الرئيس ترامب. إسحاق أندكيان، دكتور إسحاق أندكيان الدكتور في إدارة الأزمات الدولية والأكاديمي في جامعة كينيسو، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. كانت هذه متابعتنا لملف الانتخابات الأمريكية في هذه الساعة، وبعد الفاصل أخبار متنوعة ومن بينها
الاتحاد الأوروبي يجدد اتهامه لتركيا بالتسبب في التوتر شرق المتوسط. أهلا بكم معنا من جديد. أفاد مصدر إغاثي لرويترز بسماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي الإثيوبي منذ صباح اليوم. وأضاف المصدر أن نحو 24 جنديا يتلقون العلاج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم أمهرة. وكانت إثيوبيا أعلنت يوم الأربعاء بدء عمليات عسكرية في الإقليم بعد اتهام رئيس الوزراء أبي أحمد لحكومة الإقليم بمهاجمة القوات الاتحادية. ويعود أصل الخلاف بين إقليم تيغراي والحكومة المركزية بعد تسلم رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد السلطة عام 2018، حيث تتهم حكومة الإقليم أبي أحمد بتحجيم نفوذها منذ توليه الحكم. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إيران وميليشيات الحوثي بالسعي لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء للحرس الثوري الإيراني. وقال الإرياني في تغريدات له مع فيديو لتخريج دفعة جديدة في صفوف الميليشيات إن إيران تسعى لأن تكون الميليشيا بديلة للأجهزة الأمنية الرسمية، مؤكدا سعيهم أن تكون الميليشيات بيد طهران لتنفذ سياساتها داخل اليمن في استنساخ لنموذج ميليشيا حزب الله. اتهمت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إيران بأنها وراء امتداد الصراع في اليمن. كرافت تشددت على أن إيران من أكبر الجنى والدول الراعي للإرهاب في العالم، حيث خلقت مأساة إنسانية وصراعا ممتدا لليمنيين بسبب نقلها الأسلحة للحوثيين. وفي ملف كورونا، الزيادات القياسية في الإصابات تتواصل. الولايات المتحدة سجلت أكثر من 200 ألف إصابة على مدار اليومين الماضيين. أما الصحة العالمية فحذرت من أوروبا مقبلة على طفرة هائلة في الإصابات. اعتبر الاتحاد الأوروبي أن خطوات تركيا شرق المتوسط تزيد من التوتر وعدم الثقة في المنطقة، وشدد على ضرورة الامتناع عن إجراءات أحادية الجانب وخوض حوار حسنية. وقالت هيئة السياسة الخارجية الأوروبية في بيان إن مواصلة تركيا تنفيذ عمليات المسح السيزمي التي تطال المناطق البحرية لليونان وقبرص مؤسفة جدا وتثير مزيدا من التوتر وعدم الثقة في المنطقة بدل الإسهام في حلول طويلة الأمد. أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن استضافة السعودية لسباقات فورمولا 1 الموسم المقبل 2021 في جدة. وتحظى رياضة فورمولا 1 بجماهيرية كبيرة وهي الأكثر متابعة بين رياضات السيارات، كما أن المسابقة التي ستستضيفها البلاد تعد ضمن أكبر المسابقات وأكثرها أهمية. واستضافت السعودية خلال الأعوام السابقة عددا من الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأسي السوبر الإيطالي والإسباني والنزال المثير في الدرعية بين الملاكم الأمريكي أندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا في بطولة الوزن الثقيل. كما استضافت سباقات فورمولا إيه والتي ستستمر السعودية باستضافتها لمدة 9 سنوات مقبلة، وكذلك رالي دكار الذي أقيم لأول مرة في قارة آسيا بعد أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. تستمر رؤية بلادنا في تحقيق أهدافها برعاية من صانع الرؤية صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، من خلال دعمه الغير محدود للاستضافات الدولية الكبرى. يسرني في هذه اللحظة الإعلان رسميا، وذلك بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، عن استضافة المملكة وعلى ساحلها الغربي هنا في مدينة جدة عروس البحر الأحمر إحدى جولات فورمولا 1 أهم وأكبر السباقات العالمية المشوقة.
ومعنا عبر الزوم من جدة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي. أهلا بك معنا معالي الوزير، ودعني أبدأ معك بأهمية استضافة مسابقة الفورمولا 1. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالجميع وشكرا على استضافتي. وسباق الفورمولا 1 هو الأكبر من نوعه في رياضة السيارات، والحمد لله اليوم نحظى بدعم غير مسبوق من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، ومتابعة بالأخص من سمو سيدي ولي العهد لجلب ما هو الأفضل في عالم الرياضات واستضافة الفعاليات الكبرى، وهي تعتبر مكملة لجميع الفعاليات التي تم استضافتها وبالتعاون مع الأخوان في برنامج جودة الحياة، وأيضاً تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو سيدي في 2015. ليش تم اختيار جدة تحديداً؟ والله التنوع اللي موجود في اختيار الرياضات الكبرى، فورمولا اي تقام في الدرعية، فورمولا 1 ستقام إن شاء الله في سواحل جدة، وإن شاء الله في المستقبل لنا النية أنها تنقل عندما تنتهي مشروع الدرعي القدية إلى حلبة مخصصة لهذه النوع من السباقات في القدية إن شاء الله. يعني هل هذا يعني بأنه لن ينشأ حلبة للفورمولا 1 في جدة، ربما ستكون حلبة مؤقتة؟ لا، يسمونها ستريت ريسينج، اللي هي الحلبة هي الشوارع العامة مثل ما تقام في كثير من الدول الأخرى، وإن شاء الله حتعد على ساحل الكورنيش، إن شاء الله حيعد المكان لاستضافة هذه الفعالية. ما هي الفعاليات المصاحبة لهذه الاستضافة لسباق الفورمولا 1 2021؟ في العادة أنها يكون لها سباقات أخرى تصاحب هذا السباق أثناء عطلة نهاية الأسبوع، ويكون يعني مليء بالسباقات، ولكن إن شاء الله بنعلن عن تفاصيل الاستضافة قريباً لما نكمل جميع المحاور اللي تعنى بهذه الاستضافة إن شاء الله. هل هناك أرقام تستهدفونها ربما لجذب الشباب أكثر نحو التنظيم مثل هذه السباقات أو التواجد فيها ورعايتها؟ ما في شك أن استضافة الفعاليات الدولية تسلط الضوء على رياضات مختلفة، واليوم نشهد يعني في المملكة حراك كبير في الوسط الرياضي بدعم من سمو سيدي ولي العهد لجميع الرياضات، فالنمو اللي حاصل في القطاع الرياضي هو أحد الأهداف التي نأمل تحقيقها إن شاء الله في 2030، وأحد أهداف وزارة الرياضة من ضمن الرؤية المملكة 2030. فعلى سبيل المثال أنه لازم نحقق زيادة في نسبة ممارسة الرياضة في المملكة، ابتدى من 13% في 2015، 20% في 2020، إلى 40% في 2030، وهذه الاستضافات هي أحد البرامج التي توعي الشباب وتنمي اهتمامهم في ممارسة الرياضة بشكل عام، وإن شاء الله أنها تهدف لهذا الشيء. طيب يعني أيضا هذا يقودنا للسؤال، إذا كانت هذه الاستضافة لن تكون الأولى والأخيرة، يعني ستكون إضافة ليست لمرة واحدة إنما لسنوات قادمة في السعودية للفورمولا 1، صحيح؟ نعم، لعدة سنوات إن شاء الله قادمة. بترتيبات خاصة ولا تم الاتفاق على ذلك خلاص؟ لا تم الاتفاق على ذلك، وإن شاء الله كل التفاصيل ستعلن قريبا. في موسم الفورمولا 1 بالسعودية بالإضافة لكل الرياضات التي عددناها سابقا، ما الذي يمكن أن يستفيد منه قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي أيضا من استضافة مثل هكذا فعاليات دولية كبرى؟ ما في شك جميع القطاعات تستفيد من هذه الاستضافة، فعلى سبيل المثال سيزيد عدد السياح لحضور هذه السباقات وتجذبهم أو هذه الفعاليات وتجذبهم للمناطق التي تقام فيها، فهذا شق من النمو في عدد السياحة في المملكة، ونسعى إلى أن شاء الله نحقق الأهداف المرجوة من وزارة السياحة في هذا الموضوع عن طريق العمل المتكامل بينه وبينهم، وأيضا في على سبيل المثال في البنى التحتية في تنظيم الفعاليات، كل هذه تعتبر مجالات مختلفة تخدم هذه الرياضة وتسعى في نموها في المملكة إن شاء الله في المستقبل.
حسيتوا بفترة كورونا ب2020 معالي الوزير بأنه يعني راحت عليكم كتير أشياء في الرياضة كان يمكن العمل من أجلها في السعودية؟ ما في شك أن الجميع تضرر من جائحة كورونا، ولكن الحمد لله في ظل وجود الرؤية والأهداف اللي موجودة في الرؤية والبرامج وبرامج الرؤية والعمل الدؤوب من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لتجاوز هذه الرؤية وآسف هذه الجائحة لأننا ما نخسر أي من الفرص التي كنا مرتبين لها أو البرامج التي كنا نسعى لتطبيقها. فعلى سبيل المثال أثناء الحجر تحولنا إلى العمل بشكل مكثف عن طريق البرامج، سواء كانت على السوشيال ميديا أو على القنوات الرياضية وغيرها، لأن نرسل ونكمل البرامج الرياضية نحفز المجتمع لممارسة الرياضة أيضا من المنزل. فاليوم بوجود هدف وبوجود عمل من قبل جميع القطاعات الحكومية وبمتابعة سمو سيدي بشكل مباشر، لم يتبقى لدينا إلا أن نعمل بكل جهد واجتهاد لأن نصل لتحقيق الأهداف المرجوة في رؤية المملكة 2030 إن شاء الله. والحمد لله يعني اليوم أكبر مثال لإعلان هذه الاستضافة أنه العمل مستمر ولن نتوقف إن شاء الله في تحقيق طموح قيادة الحقيقة. مع الوزير ما في أحلى من أنه الواحد يتابع الرياضة لايف، يعني مش عن طريق الانترنت أو غيره. شكرا جزيلا لك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، ضيفنا عبر زوم من جدة. ونشرة المساء انتهت، وتتابعون أبرز أحداث هذا المساء أيضا في نشرة العربية الليلة مع نادين خماش.